السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لي اوقاتكم يا رب. أصدقائي، بتمنى إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله رح أقدم لكم حلا فرنسي، لو فريزيي، نحن بنقول له شجرة الفراولة بالعربي. حلا طيب كتير وإن شاء الله يعجبكم. وهلا خلينا نروح على طريقة التحضير والمقادير بإذن الله. وهلا بالنسبة للمقادير، قبل ما أبدأ معكم إن شاء الله بالمقادير، بدي أحكي نقطة كتير مهمة، إنه نحن عم نشتغل على ثلاث شغلات، ثلاث أشياء، كل شغلة في لها مقاديرها الخاصة فيها، اللي هي أول شيء بدنا نعمل سيروب السكر، وبعدين بدنا نساوي الجينواز، رح أشرح لكم طبعا كل وحدة شو هي، والشغلة الثالثة اللي هي رح نعمل الكريمة يلي بدنا نحطها بالحلا اللي نحن عاملينه إن شاء الله. أول شيء رح نبدأ بالسيروب السكر، مقادير سيروب السكر، وهلا خلينا نروح نبلش مع بعض على المقادير وطريقة التحضير. وهلأ بدي احط ظرف فانيليا، او اللي عنده فانيليا سائلة يحط نقطتين فانيليا سائلة. وهون بدي 120 جرام سكر ما يعادل 12 معلقة كبيرة، وهون بدي 200 جرام من الماء ما يعادل تقريبا فنجان ونصف الفنجان. وهلأ رح اروح على طريقة التحضير. وهلأ بنيجي لهون بنحط على الغاز طنجرة، بنحط فيها سكر، بنحط سكر الفانيليا بسم الله، ومنحط المي بسم الله بهذا الشكل. منشغلها على نار وسط ومنبلش كل شوي منحرك، مو ضروري تضلوا عم تعملوا بهالطريقة هي، يعني شوفوا بس مشان السكر ما يحترق. هي نفس القطر اللي نحن بنعمله، يعني القطر اللي بنعمله بس ما بنحط له سيترون، ما بنحط له ليمون، عصير ليمون او ليمون. شوفوا كيف اصدقائي بهالطريقه هاي غلى، صلو طبعا دقيقتين بلش عم يغلي، يعني بس بلش يغلي بستنوا هيك شغله دقيقتين، بتحركوا هيك كل شوي وبعدين بنشيله. هلا رح نشيله نحن زبط، لانه ان شاء الله رح نحطه على زبديه. وهلا اصدقائي رح نعمل مع بعض الجينواز. طبعا انا خليت السيروب السكر على جنب لحتى يفطر، ما بنحطه بالبراد ما في داعي. طبعا الجينواز شو هي؟ الجينواز هي نوع من انواع الجاتويات، نحن بنعملها نستخدمها على شكل طبقات عشان نعمل فيها حلويات على حسب يعني الحلو اللي بدنا نعمله. وهلا رح نروح ان شاء الله على طريقة التحضير والمقادير باذن الله. بالنسبة للمقادير بدي بيض عدد 4، وبدي 30 ل 40 جرام زبدة، وبدي 125 جرام من الطحين ما يعادل 11 معلقة كبار طلعوا معي، وبدي 125 جرام من السكر ما يعادل 12 معلقة ونص كبيرة. وهلا ان شاء الله رح نروح على طريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، أول شغلة بنعملها بندوب الزبدة. تدويب الزبدة بيكون عن طريقين، يا إما بتحطوها بالمايكروويف لمدة 10 ثواني على درجة حرارة 400 أو 600 واط، يا إما بتحطوها على البخار الماء مثل ما بتدوبوا الشوكولا، مثل ما ورجيتكم بفيديوهات سابقة، وبتدوبوا بهالطريقة يعني. انا ما بفضل اصدقائي انه نحط الزبده بالمقلايه وندوبها، انا بفضل يا اما بالمايكروويف يا اما على بخار الماء حصرا. هلا اول شيء بدنا نخلط البيض مع السكر، في طريقتين، يا اما بفصل الصفار عن البياض وبعمل البياض بعمله تلج، يعني بخفقه بالخفاقه الكهربائيه او بايدي ليصير تلج، وبعدين الصفار بنخلطه مع السكر ليصير لونه ابيض، بعدين بنخلطهم سوا بعد ما نحط الطحين بصير. وفي الطريقة الثانية هي الأسهل، إنه نحط البيض والسكر ونخفقهم سوا، يا عن طريق خفاقة كهربائية، يا أما عن طريق حجاني، يا أما عن طريق خفاقة يدوية. أنا في فيديو سابق عملت على خفاقة يدوية بصير، بس بياخد معكم وقت. وهلأ رح نبلش بسم الله، نتأكد إنه ما نزل مع البيضة القشر تبعها قبل ما نحط السكر. وهلا بحط السكر بسم الله، بسم الله بنبلش ببطء.
شايفين كيف شلون بلشت يتغير لونها؟ شوفوا كيف صارت بهالطريقة هاي، هيك هيك بدها تكون. وهلا بدنا ننخل الطحين، ما لازم تحطوا طحين دغري بهالطريقة هاي، بتجيبوا منخلة او بتجيبوا، انا عندي هاي، اي شي بدكم اياه بتنخلوه باي شي بدكم اياه ما في مشكلة. بسم الله. وهلا بناخد هاي بالضبط، لازم تكون هيك بهذا الشكل، ونبلش بهاي الطريقة بنعمل هيك. بسم الله. وهلا مثل ما كنتم شايفين اصدقائي صارت جاهزة. طبعا في نقطة كتير مهمة ما ذكرتها، انه نحن بنحط الفرن على 180 درجة قبل ما نبلش نحط البيض والسكر ونبلش نشتغل هاي، عشان تكون العجينة جاهزة والفرن صار جاهز بنفس الوقت. وهلا رح لكم شلون بدنا نحطها بالفرن. وهلا مثل ما كنتم شايفين اصدقائي ورق زبدة دهنته بالزبدة ودهنت القالب بالزبدة. فيكم تجيبوا، انا عندي هاد كبره، شوفوا كيف بكبر وبصغر على كيفي، فيه عيارات. هلا بعطيكم العيار قديش لازم يكون، بين 20 و 22 سنتي. فيكم تستخدموا القالب التشيز كيك اللي بيجي معه قاعدة، ما في مشكلة. وهلا بنحط، بسم الله. اذا طلع من تحت ما بيأثر. ومثل ما كنتم شايفين اخذ معي 22 سنتي ونصف قطر الدائرة، ما لازم تتجاوز النصف العجينة. وهلا لحطه بالفرن اللي هلا صار جاهز 180 درجة لمدة 15 دقيقة او 20 دقيقة على حسب الفرن اللي عندكم، وان شاء الله رح اورجيكم النتيجة النهائية بس طلعوا شلون رح يصير. وهلا مثل ما كنتم شايفين بعد 15 دقيقة شوفوا شلون، تتأكدوا انه صار، بتجيبوا سكينة بتعملوا له هيك، شوفوا شلون، شايفين كيف؟ ها بهذا الشكل، ما في شيء على السكينة، معناتها هو صار. هلا شوفوا هاللحظة شلون طالع، ما بهمنا، نحن ما بهمنا انه يكون طالع، نحن بهمنا هذه اللي جوا. وحتى لو كان هيك من برا يعني طالع هيك بهالطريقة هي تجروح من السكينة، لأنه كنت عم أشوفه إذا استوى أو لا، كمان عادي ما بهمنا، لأنه هذا كله رح يتغطى بالكريم والفريز. وإن شاء الله هلا رح أتركه لحتى يبرد عشان يصير جاهز للاستخدام. وهلا أصدقائي رح نعمل الكريم. طبعا الكريم اللي أنا اخترت لكم إياه إن شاء الله اليوم رح يعجبكم كتير وتدعوا لي عليه، هو كريم موسلين. شو كريم موسلين؟ كريم موسلين هو عبارة عن الكريم الباتيسري اللي نحن بنشتغل فيه يعني بيشتغلوا فيه بالمطاعم بسوريا وبأي دولة بالعالم بيشتغلوا فيه، وبيضيفوا عليه زبدة فبصير اسمه كريم موسلين. إن شاء الله هلا رح نروح مع بعض على المقادير وطريقة التحضير. يلا بسم الله. هلا بالنسبة للمقادير بدي 250 جرام زبدة، 5 صفار بيض، ظرف فانيليا، وبدي 20 جرام من الطحين ما يعادل معلقتين كبار، 50 جرام من النشا ما يعادل 5 معالق كبار، وبدي 100 جرام من السكر ما يعادل 10 معالق كبار، وكمان بدي نصف لتر حليب. هلا ان شاء الله رح احط الحليب ورح احط معه الفانيليا، رح احطهم بطنجره على نار وسط مشان اغلي الحليب. وهلا هون بنحط الحليب وبنحط سكر الفانيليا ونشغل على النار وسط بهالطريقة هاي، وكل شوي بنحرك هيك لحتى يغلي. وهلا شو مثل ما كنتم شايفين حليب غلى، حطيته أنا على جنب. وهلا بنجيب، بسم الله، بنجيب صفار البيض بننزله، وبناخذ السكر وبنبلش نحركه لحتى يصير لونه أبيض، يعني تقريبا مده شي 5 دقايق. وهلا مثل ما كنتم شايفين اخذ معي 5 دقائق تقريبا. بسم الله. وهلا بنجيب منخله ونحط فيها الطحين. بسم الله.
هلا بنحط نص النشا، النص بهذا الشكل هيك، شايفين كيف؟ ما بتحطوا النشا بقلب الحليب، بتحطوه هيك. وهلا بنحط كمالة النشا، وهلا بنيجي للحليب. الحليب لازم نحطه على 3 دفعات لأنه عم يغلي. بسم الله. هلا بعد ما نحط الحليب كله بنرجع نحط الطنجرة على النار، بنحطه بالطنجرة، بنحط الطنجرة على النار. لسه بدنا نعمله مرة تانية، نطبخه مرة تانية يعني. بسم الله. وهلا بناخد قطعة زبدة بهالطريقة هاي، بس وحدة. وهلا بدي ارجع احطه ان شاء الله على الطنجرة على نار هادية لحتى يجمد ويصير كريم. وهلا حطينا، رجعناه على نار هادية، ما بتحطه على نار وسط، بتحطه على نار هادية، وبنضل عم نحرك بشكل مستمر، ما بتوقفوا ابدا، ها ما بصير توقفوا بنور، بنضلوا عم تحركوا لحتى يتفاعل النشا والطحين مع الحرارة والحليب وتجمد وتصير الكريمة ان شاء الله. وهلا مثل ما كنتم شايفين تقريبا اخذ معي 10 دقائق بهالطريقة هاي، هيك بده يصير معنا. بس تشوفوا بلش بده يبقبق، بلش يطلع الفقاعات يعني صار، وشايفين بتختفي كل الزغبيب اللي كانت موجودة فيه، لأنه أول ما تبلش تحركه بيطلع فيه زغبيب، وهذا شيء طبيعي مو معناته إنه فشل. وهلأ إن شاء الله رح أشيله من الغاز ولحطه بصحن، ورح أقولكم شلون لازم تخزنوه بالبراد لمدة نصف ساعة أو ساعة. حطيته من الطنجرة على الزبدية مثل ما قلت لكم، شوفوا شو لازم تعملوا قبل ما تحطوه بالبراد لمدة نصف ساعة أو ساعة لحتى يبرد. شايفين كيف؟ لازم تحطوا نايلونه، نحن بنقولها بالفرنسي فيلم، بتحطوا الفيلم هيك بالطريقه هي. ليش نحن بنسكرها ما بنشممها يعني ما بنخليها تشم الهواء؟ لانه بتاخذ بكتيريا، بتلقط بكتيريا من البراد لما بنحطوها البراد. وشغله ثانيه، بصير في عليها طبقه جلد، نحن ما بدنا نحط، ما بدنا اياها يكون في عليها طبقه جلد، لانه هو هي كريمه. وهلا بنحطها بالبراد لمده نصف ساعه او ساعه بالكثير ان شاء الله، بنشوف يعني حسب، اذا بس يعني بس تبرد بتطلعوها من البراد، مشان نبلش بالمرحله النهائيه باذن الله. وهلا ساعه كامله بالبراد، شوفوا كيف صارت بهالشكل هاد، بتدسوها هيك بارده. بالنسبه للزبده 250 جرام، انا حطيت منه مكعب صغير، طبخته مع الحليب مثل ما ورجيتكم يعني بالفيديو، ما طبقه شوفوا حطيته بالمايكروويف لمده 4 ثواني، او بتحطوه على بخار الماء شوي هيك لحتى يعني بس تشوفوا تعملوا هيك بالطريقه هي، هذا صار جاهز. هلا بدي احط الكريمه، كريمه الباتيسري يعني كريمه الحلويات، بنحطها هون هيك. طبعا هي شغله طبيعيه انها تكون بهالشكل هاد جامده، لانه هلا بدنا نخفقها. شوفوا كيف بنعملها شوي هيك، شوي بندعكها بالمعلقه. طبعا هلا انا بدي عم بعملها شوي بالمعلقه، وبدي اخفقها، بدي اخفقها مع الزبدة. الخفق يا بيكون يدوي بالخفاقة العادية، بتاخد معكم 10 دقايق او ربع ساعة يعني متعبة شوي، يا بتكون بالخفاقة الكهرباء بتاخد شغلة 7 دقايق نص الوقت. وهلأ بدنا نبلش نخفق. هلأ اول شي قبل ما نبلش نحط الزبدة بنعملها هيك شوي، كمان شوي بس. وهلأ بدنا نبلش ننزل الزبدة. بسم الله، واحدة واحدة. فرق بين الكريمة الباتسري العادية والكريمة المسلين اللي أنا عم ساويها هلا، تختلف إنه نحن هلا عم نحط لها الزبدة. بسم الله، ضروري إنه نضل عم 7 دقائق عم نخفق هيك. مثل ما كنتم شايفين صارت معنا جاهزة. وهلا ان شاء الله رح نروح على مرحلة تقطيع الجينواز. وهلا بدنا نقطع الجينواز، الجينواز نقطعها شوفوا شلون، نقطعها لنصين مشان نعمل طبقة سفلية وطبقة علوية بالجاتو.
هلا انا عندي هاي رح اشتغل فيها، رح اقطع فيها. هلا هو المفروض انه يكون في اسنان، لانه بس يكون في اسنان بتقطع بشكل سريع ما بتعذبنا. اللي عنده سكينة طويلة فيها اسنان مسننة افضل. بسم الله. وهلا اصدقائي انا قصيتها لنصين، طبعا من هون انكسرت معي شوي، بس ما بيأثر. نحن احيانا بالمطعم بتنكسر معنا 4 5 شقف، ما بيأثر. الشقفة المكسورة بنحطها من فوق، وحاولوا انه تكون التحتانية القاعدة تمام. بالنسبة للشريط انا حاطط شريط، هذا بيغنيني عن انه انا حط على القالب زبدة، ادهنه بالزبدة وطحين. يلي ما عنده هذا الشريط هو اغلبكم ما حيكون موجود عنده، هذا اللي نحن بنشتريه للمطاعم. بكل بساطة بتاخذوا هذا بتدهنوه بالزبدة وبترشوا عليه طحين. يعني بتحطوا اول شيء بتدهنوه بالزبدة، بعدين بترشوا فوقه طحين، عرفت شلون؟ بهالطريقة هاي، وبعدين بتحطوه مع هذا، ما عاد في له داعي. هاي بس مشان نقدر نشيل القالب من دون ما يخرب الجاتو، من دون ما نشال معه كريم او كذا. هلا انا حطيته هيك، بنجي بناخذ السيروب اللي نحن عملناه، سيروب السكر، بسم الله، وبندهنها كلها دا تندهن. شايفين كيف بهالطريقة هاي؟ هلا في نقطة مهمة مشان الفريز، بدكم نص كيلو فريز، ربع كيلو بدنا نعمله قطع هيك بهالطريقة هاي مشان نوقفهم على حافة الجاتو، والربع الكيلو التاني بدنا نقطعه لمكعبات صغيرة مشان نحطه نحشيه من جوا. هلا احنا بعد ما بليناه مزبوط حطينا السيرب على جنب، هلا بنيجي للمرحلة اللي بعدها. هلا انا بدي صف الفريز، شوفوا بهذا الشكل، هي من برا هيك، شايفين كيف؟ رح ورجيكم وحدة من الطرف الثاني. بتقصوها هيك نصين، بتقصوا الراس، وهي بتكون من برا، شايفين كيف؟ هيك رح احطها كلها على الداير وبرجع لكم. في نقطة قبل ما امشي، انا النص كيلو كله قصيته هيك نصاص، رح صف اللي بدي صفه وما تبقى بعمله مكعبات صغير. يلا برجع لكم. وهلا اصدقائي مثل ما كنتم شايفين صفيت الفريز، تاكدت انه كل اموري تمام. طبعا بس تصفوا الفريز كله بيمسك لحاله، الفريز بخليه يمسك بهالطريقه هي. الفريز مثل ما كنتم شايفين ظهره من جوا والبطن تبعها من برا والقاعده تبعها من تحت، عرفتوا كيف؟ هلا بدنا نيجي للمرحله الثانيه. هلا نحن بالعاده بنستخدم كيس تبع الكريمه، بنحطهم بالكيس وبنصير بنعمل لها هيك اسهل، بس انا قصدا ما راح استخدمه. انا رح اعتبر انه انا بدالكم قاعد بالبيت وما في عندي كل المعدات، مو موجوده عندي، فرح استخدم المعدات اللي انتم بتكون موجوده عندكم بالبيت، اللي هي معلقه صغيره ومعلقه كبيره بهالطريقه هاي. وهلا شوفوا شو بنعمل، بناخذ هيك، بسم الله، بتحاولوا بتعبوا الفراغات اول شيء اللي بيكون بين الفريز كبدايه، بعدين بنبلش بالنص. انا المقادير اللي حطيت لكم اياها بالنسبه للكريم بتغنيكم عن استخدام الجيلاتين، لانه انا عم حاول انه استخدم مقادير موجوده عندكم بالبيت. انا بعرف انه الجيلاتين صعب انكم تلاقوه، عرفتوا كيف؟ بينما النشا اللي انا حطيته وطحين موجود متوفر. وهلا بعد ما خلصت بالحواف، شوفوا انا استخدمت معلقه صغيره، شايفين كيف ثبتت الفريز هيك بهالطريقه هاي اخر تثبيته، شايفين كيف؟ يعني بعد ما حطينا املنا على الفريزات، هلا بنبلش نحط بالنص، بسم الله، بهالطريقه هاي. طبعا بالكيس اسهل بكثير، يعني انا بالكيس ما بتاخذ معي ثواني، بالكيس كتير سهلة، بس أنا عم بعمل شي على حسب انتو شو عندكم بالبيت. الكمية الكريمة اللي أنا عاملها بالمقادير يعني بتطلع إن شاء الله على القد، ما يعني ما حينقصكم بإذن الله. وهلا مثل ما كنتم شايفين بهالطريقة هي، دهنا على طرف، بعدين بالنص، بعدين دهنا فوق الفريز شوي، وهلا باقي النص كيلو اللي زاد بهالطريقة هي، مكعبات بهالطريقة هي، بنحطهم بالنص، بسم الله. طبعا انا معير نص كيلو فريز، بنخليهم هيك بالنص لانه على الطرف في فريز، بقى بنخليهم هيك بالنص بهالطريقة هي، بنوزعهم، ما بنحطهم هيك فوق بعض، بنفرفدهم يعني بس على النص. ريحة الفريز كتير حلوة، فاحت. وهلا بنجيب على التانية بندهنها بالسيروب عشان نحطها من فوق، ما بيأثر إذا كانت مكسورة عادي، لأنه لسه بدي أحط فوقها طبقة كريمة، بسم الله. وبنحطه بهالشكل هذا.
وبعد ما نحط طبقة الكريم اللي زادت بورجيكم كيف الشكل النهائي مشان نحطها بالبرادة. وهلا بعد ما دهنت اخر شيء الطبقة النهائية بهالطريقة هاي صار معنا، هلا بدي احطه بالبرادة. هلا انا بفضل انه تحطوه ليلة كاملة، انا هيك رح اعمل. هلا انا عندي المساء صار لحطه، ان شاء الله لبكرة الصبح بكمل شغلي وبكمل الاجراءات التانية يعني زينه الى اخره. يلي ما بده يحطه ليلة كاملة مستعجل، اقل شيء اقل شيء 4 ساعات بالبراد. ان شاء الله لحطه بالبراد، موعدنا بعد ما طلعوا من البراد مشان نكمل مع بعض شو رح نعمل. وهلا اصدقائي انا حطيته ليلة كاملة بالبراد، شوفوا كيف جمد بهالطريقة هي، صار جامد. فيكم تحطوه 4 ساعات اقل شيء 4 ساعات. طبعا هلا انتم رح تقولوا انه ليش هيك طالع منظره، هذا النوع من الحلويات بيطلع بهذا الشكل، بس نحن شو بنعمل، بدنا نحط فوقه زينة. هلا انا بالعادة بحط عليها عجينة الجوز، بورجيكم اياها، بحط لكم الصورة تبعيتها. عجينة الجوز بيطلع منظره بيطير، بيغطي كل هالشيء هذا وبيفرد على الاخير وبيطلع منظره متساوي. وفي طريقة تانية اللي هي منجيب عصير مكثف، انا ترجمته طلع معي عصير مكثف، نحن بنقوله بالفرنسي كولي. بنجيب الكولي بالفريز بالفواكه الحمراء مثل ما بدكم، بنحطه بالمايكروويف لمدة 30 ثانية ليدوب بهالطريقة هاي، وبنحطه فوق على الطبقة الفوقانية وبنغطي كل الطبقة الفوقانية بهذا العصير المكثف. وفي طريقة ثالثة اللي ما عنده عصير مكثف مركز، يعني مركز ومكثف، في طريقة ثالثة أنا عاملها على بالباناكوتا. بتجيبوا 150 جرام من المربى، مربى الفريز أو أي مربى بدكم إياه، بس بفضل يكون مربى فريز، يكون شغل معامل ما يكون شغل إنه إيد بالبيت. بتحطوه 150 جرام بالميكروويف لمدة 30 ثانية ليدوب، وبتصفوه بعد ما بتدوبوه بتطلعوه من الميكروويف، بتصفوه بمنخلة، بتصفوه وبس تصفى بمنخلة فينكم تحطوه، بصير بهذا الشكل هو، بس تصفوه فينكم تحطوا طبقة خارجية. يعني هاي بقى على حسب كل واحد هو شو عنده بزين. وهلا ان شاء الله رح ابلش انا بعد ما طلعته رح احط عليه وزينه، وبدي ارجع احطه نصف ساعة بس لبين ما يرجع يجمد الطبقة الخارجية هي تجمد اللي فوق. بسم الله. طبعا انا حاطط 100 جرام، ممكن احط 50 جرام كمان، بنشوف هلا اذا بكفي او لا. مثل ما كنتم شايفين اصدقائي حطيت 150 جرام عتمة مثل ما قلت لكم من شوي بالنسبة للمربى 150، وكمان هون حطيت له 150 جرام. نفس الشيء بتحطوهم بالميكروويف 30 ثانية لحتى يدوبوا، عشان تقدروا بس تحطوه تتحكموا فيه بهالطريقة هي مثل ما انا عملت. بضلوا بتعملوا هيك لحتى ينتشر بكل سطح الجاتو. هلا رح ارجع احطه نص ساعة بالبراد، واذا كلفني يعني كمان حطه ساعة ما بيأثر لحتى تجمد الطبقة الخارجية. وهلا بعد ما طلعناه تقريبا نص ساعة حطيته، وهلا ان شاء الله بدنا نفك الجاتو عشان نشوف المونتاج شلون صار. بسم الله بنوسعها هيك، بتأكد انه ما في شي علقان من هون او من هون، كله تمام من هون كله تمام، شلناها هيك بهالطريقة هي. وهلا بدنا نشيله بس ببطء. بسم الله. ومثل ما كنتم شايفين اصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو. بدي اذا عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. طبعا انا بالحلى هون ما استخدمت جيلاتين ابدا، من دون جيلاتين طلع معي بهذا الشكل. هاي الوصفة استخدمتها للناس اللي ما عندها جيلاتين. بدي اياكم تديروا بالكم على حالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.